حبيبي ده حبيبي. عيون سيدتي تدور في كل أنحاء العالم، تدخل الكواليس لتجلب لكم كل ما هو مثير وترند في عالم الفن والمشاهير خلال الأسبوع. البداية من مصر، حيث ما زالت أخبار الزواج السري للفنانة أنغام من الموزع الموسيقي الشاب أحمد إبراهيم تتصدر قائمة الأخبار الفنية لهذا الأسبوع. ويعد أحمد إبراهيم هو الزوج الرابع للفنانة المصرية أنغام بعد زواجها من مهندس الصوت مجدي عارف ثم الموزع الموسيقي فهد، وصولا إلى زواجها السري من الفنان المصري الشهير أحمد عز الذي تم الكشف عنه عقب الأزمة الشهيرة التي وقعت بين عز والفنانة المصرية زينة عام 2014. سيدتي علمت أن زواج أنغام من أحمد إبراهيم حدث منذ عدة شهور، وأن السبب الرئيسي في تأجيل الإعلان الرسمي للزواج كان بسبب وفاة الفنانة غنوة شقيقة أنغام. زواج أنغام السري من الموزع الموسيقي المتزوج والذي لديه طفلين هما مالك وعيسى يعده البعض فصلا جديدا في مسلسل أزمات أنغام المستمرة. عيون سيدتي التقت هذا الأسبوع النجم العالمي رضوان ومحمد منير وأسامة الرحباني وكارول سميحة وهبة طواجي، والذين كشفوا لسيدتي العديد من الأسرار والأخبار الحصرية المميزة. مين المطرب اللي شايفه عربي يستحق إن هو يكون نجم عالمي ونفسك تتعاون معاه؟ صراحة احنا عندنا في تالنتس كتير، يعني مواهب كتيرة في العالم العربي. قول لي اسم كده. يعني مثلا في الشاب خالد، الشاب مامي، عمرو دياب، تامر حسني، يعني هدول اللي تقول هدول كلهم اوريدي يعني ليجندز، هذا ليجند في العالم، يعني مش في السوق الامريكي ولكن في العرب في امريكا لما بيكون عنده كونسرت يتفول، هدول يعني ليجند، احتراماتي لهم كثير، انا بقدرهم اكثر كثير بزاف. الاغنيه الخليجيه اساسيه في حياتنا، اغني النهارده خليجي لاول مره؟ اهل اول أهل أول. مين كنت معجب أنت وصغير؟ داليدا. بابا بالخبية. ممكن. شيء. ما بعرف. لا، إذا خيرتك تختاري مهنة غير الغنى شو بتختاري؟ بروديوسر. ليش؟ عندي إمكانية وعندي أفكار جديدة دايما. كيف توصفي حالك بثلاث كلمات؟ طاقة، حب، مغامرة. أكبر مفاجأة حصلت لك بحياتي؟ بنتي، تعالى. ما في شك إنه هي التشبيه بتشرف فيه، وهو يعني أكيد مشرف لإلي، ولكن أكيد ما بمرت كيف بقولوا ما بحكي عنه أنا، وما بحب إنه أتمسك فيه لأنه بعتبر إنه سيدة فيروز لا تتكرر. هي مميزة، هي رمز، هي فعلا ما حدا فيكون مثلها. قريبا الله رأيت أكيد في مشكلة بتضل شو بالإنتاج، لأنه بتأسف لك العالم العربي بيفكر بيكب إنتاج مطرح تاني، بيكب أشياء مطرح تاني، بيوضع الأموال بمكان بركب المباني بالإزاز أكثر من الثقافة. ما تسأل ليش أوروبا سافرت، لأنه مستوى الحضارة هي الثقافة والفنون، مش أنك بس نازل بالحجر وشو، ما هذا ما بيبني إنسان. اشتعلت هذا الأسبوع أزمة كبرى بين الفنانتين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كان بطلها رجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين عبد العزيز وزوج ريهام الحالي. القصة بدأت في يوم عيد الحب، حين قامت ياسمين بنشر مقطع فيديو عبر خاصية ستوري بتطبيق انستغرام، كشفت فيه عن تلقيها باقة من الورود من شخص مجهول، وعلقت ياسمين على الفيديو بعبارة ما تشوف جوزك يا اسماعيل بي، في تلميح ساخر عده الكثيرون موجها إلى الفنانة ريهام حجاج التي سرعان ما ظهرت في مقطع فيديو بصحبة زوجها محمد حلاوة للرد على فيديو ياسمين. مش أي حد بيشتري وردة فأنا اللي بعتها، أنا بشتري وردة مؤخرا. قامت حجاج بحذف جميع الصور الخاصة بزوجها من حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام، فهل تسبب فيديو ياسمين عبد العزيز في انهاء شهر العسل بين حجاج وحلاوة مبكرا؟ كان هذا هو ابرز ما لدينا لهذا الاسبوع، انتظرونا الاسبوع المقبل مع فقرة فنية مليئة بالاثارة والاخبار الحصرية فقط لسيدتي.